فالحمد لله. العمالة دلوقتي بتطالب بأجور زيادة؟ أكيد. بعد الغلاء ده؟ أكيد سعادتك بعد زيادة الأسعار الرهيبة بيطالبوا بأجور زيادة. النهاردة العامل سعادتك المتوسط بياخد 100 جنيه 120 جنيه في اليوم. المتوسط مش اللي هو مش الفنان ده المتوسط. الفنان مفيش حد بيقدره. فجاله يأس وإحباط فقعد على القهوة ما عادش بيشتغل للأسف. الفنان اللي هو موهوب للأسف اللي بيعمل حتة خشب جميلة فعلا يا باشا كلام سعادتك صح. سيد التابع حضرتك مصمم أساس وعضو رئيس لجنة نقابية. رئيس لجنة نقابية يعني ايه مصمم أساس؟ أنا اللي بصمم تصميم الموديلات مسترجي. أنا اللي بعمل القيمة اللي هو البحر على الخشب ده شغلي وبشغل من المكان كله حتى الحديث بيشتغل ورا مني أنا وللنجار هي ده شغلتي. فالمعاناة اللي احنا عانيناها من اثناء الثورة جمعنا بعض كرجال مهتمين بالمهنة الاساس بدمياط وقلنا عايزين نعمل كيان يدافع عن حقوق العمال. فقابلنا معالي الوزير طارق بهاء قابيل الوزير التجارة والصناعة والوزير احمد زكي بدر بمفهوم محافظ دمياط. ماسك وزير تنمية محلية. كان معانا محافظ دمياط والتسع نواب بتوع المحافظه. قالوا لنا احنا الحكومه ما بتعملش مع الشارع، حاولوا تعملوا كيان. قلت لهم ماشي احنا نعمل كيان. عملنا كيان اللي هو اللجنه النقابيه. اللي عاملين بالاساس بدمياط. للاسف كنا داخلين عندنا طموح جامد ان احنا نخدم عمال دمياط. صدمنا بقوانين عايزه اعدام مكبله. ما تخلي عايزه اعدام. طبعا قوانين عايزه اعدام ما بتلمش طموح العامل النهائي. يعني يمكن انا خليك تصور هنا سعادتك مع ناس اللي ايده مبطوره في قانون العمال. للاسف انا كرئيس لجنه نقابيه في اللائحه او في القانون انني لو هو مصاب راح اديله 20 جنيه او 40 جنيه هل يعقل؟ احنا صدمنا بقوانين اصابه عمل كفه قطع ولا 20 جنيه اديها له او 40 جنيه اي قانون ده؟ 20 جنيه في ايه يعني؟ ان هو الصاب ان انا اقف جنبه اديله 20 جنيه تتخيل سعادتك. طب ما طلبتوش بتغيير القانون؟ طلبنا قعدنا مع وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره غاده والي وشكلنا لجنه برئاستها وعملنا هنا بحيث ان احنا نخلي المعيشه اللي عامل كويسه كتامين وصحه والكلام ده. شكلنا لجنه قلنا العامل يامن على نفسه لأن ممكن سامي عنده 2 3 4 5 6 عمال مش هيأمن عليهم. ولو أمن هيأمن على أخوه. أنا بجيبها لك أهو. مش هيأمن على 10. لأن الصناعي مش دايم عندي. لأن الصناعي مش دايم. مش دايم معايا. مش دايم معايا. لا طبعا. مش دايم لأن مفيش عقد. عبادة غير منتظمة. فقلنا نعمل هم قالوا في قانون جديد اللي هو بتاع العمال وبتاع التأمينات للعمال. فعملنا دراسة وكان معانا ناس خبراء من دمياط قعدنا معاهم. وعملنا دراسه وديناها للدكتوره غاده والله الله اعلم هتحطها في القانون او لا او هم بيشتغلونا او لا لان احنا بصراحه هنا محبطين. حتى قالوا التغطيه التامينيه اوجدنا لهم التغطيه التامينيه ازاي هم يغطوا التامين بحيث ان العامل يامن على نفسه ويعيش عيشه كريمه ولو الصاب يتعالج علاج صح.